نرجع لمجالس القرآن. يا ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل القرآن. استحضار بس قبل ما نرجع تاني لمجالس القرآن، استحضار قيمة هذه المجالس في بناء الإنسان والارتقاء. اقرأ ورتل وارتقي، وإن هذه المجالس مجالس مباركة تحفها الملائكة. هذه المجالس يذكرها الله سبحانه وتعالى بنفسه، يذكرها الله في من عنده. استحضار قيمة هذه المجالس بيجعل الإنسان يقبل عليها ولا يتكاسل، وبيجعل الإنسان يقبل على القرآن يستقي منه المفاهيم ويستقي منه العقائد والمبادئ ويزكي نفسه من كتاب الله سبحانه وتعالى. للأسف إحنا كتير مننا بيكسل يبذل وقت مع القرآن، أقصى درجة يعني إن هو بيحفظ، لكن هو يعطي القرآن عمره وجزء من وقته كبير، بنبقى عايزين الخلاصة. لكن مين فينا بدل إنه يدي وقت مثلا يتدارس سورة فاطر أو سورة سبأ أو سورة الأنعام، أي سورة يديها جزء كبير، يديها شهر مثلا، بيترنم بالسورة، يصلي بها، يكثر من حفظها، يصلي بها النوافل، يتدارسها، يقرأ تفسيرها، يتدارسها مع إخوانه. يعني ده مهم إن يكون ده في طريقة تفكيرنا. ومن أهم طرق يعني اللي إن شاء الله عايز يتعلم ويقترب من كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدارس القرآن على علم ويتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى على علم، في ركنين مهمين جدا لفهم القرآن سريعا كده كمقدمة سريعة. ركن العلم، إنك أنت يبقى عندك علم. ركن المعايشة، يعني دول ركنين مهمين جدا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ركن العلم طبعا كل ما بتزداد فهم في علوم الشريعة بل حتى وفي غير علوم الشريعة بتزداد فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن من أخص العلوم، وأنا قلت كده لأن العلوم كلها بتصب في فهم القرآن، وفهم القرآن بيصب أيضا للزيادة في فهم بقية العلوم، لكن من أخص العلوم علوم الأثر وعلوم اللغة. التمكن من هذه العلوم أو من هذين العلمين تحديدا، علوم الأثر وعلوم اللغة. الأثر لأن أنت عايز تعرف الكلام اللي وارد عن السلف، ما تبقاش بتتكلم كده جزافا في القرآن، ما تبقاش فاهم السلف تكلموا في هذه الآية وضعوا لها ضوابط، أنت فهمك للآيات على خلاف فهم يعني السلف، ده بمؤشر خطر أنك تبتعد عن أو تتكلم في القرآن قبل الرجوع إلى كلام السلف. طبعا في تفاسير أثرية كتير، لكن كيفية التعامل معها بيحتاج إتقان لهذه العلوم. وعلوم اللغة طبعا بما فيها النحو والبلاغة وغيرها، لكن من أهم العلوم طبعا في علوم اللغة النحو والبلاغة، ده كعلوم. إنما كمعايشة أن تستحضر واقع نزول القرآن. يعني النهاردة احنا ان شاء الله بإذن الله عز وجل هنبدأ مدرسة في سورة العنكبوت. انك تستحضر هذا الواقع اللي نزل فيه القرآن، كان واقع حي، واقع مليء بالقضايا والتفاعل. مش انت ممكن يكون الانسان الواقع اللي هو عايش فيه واقع نوع من البرودة والانعزال عن مشاكل الواقع، لا يحيا قضايا أمته، فبالتالي مش مستشعر المعنى. يبقى المعايشة، والمعايشة عشان تكون فعالة في فهم القرآن هي ركنين ايضا، معايشة واقع نزول القرآن، والحاجة الثانية أن يكون لك واقع مماثل أو مقارب أو تتمنى من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو، واقع مقارب لواقع الصحابة، أو تتمنى أن تفعل ما فعلوه أو تقدم جزءا مما قدموه لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. الركنين دول بيفتحوا للإنسان آفاق كثيرة، يفتحوا للإنسان آفاقا كثيرة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى.